اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج صناع قرار. كلنا عارفين ان الاقتصاد المصري تخطى تحديات كبيره الفتره السابقه، ابرزها صعوبه تدبير الدولار، وما ننكرش برضو ان الحكومه نجحت في تجاوز ده سواء باتفاق صندوق النقد او صفقه راس الحكمة، واللي كان ليهم مردود حقيقي ومردود ايجابي على البلد، وده ادانا اشاره بان مصر مكمله في طريقها لتحقيق الاستقرار والتنميه. بس ما نقدرش نقول كده ان التحديات انتهت. اقول لكم داخليا ممكن تكون التحديات انتهت، لكن خارجيا بصراحه لسه شويه. في شويه مشاكل مرتبطه بالاحداث الجيوسياسيه اللي بتحصل حوالينا في المنطقه، سواء الحرب في غزه او التوترات في البحر الاحمر. مصر دوله بتتاثر زيها زي بقيه دول العالم بالوضع الخارجي المضطرب، واللي اثر على التجاره بشكل كبير. مثلا توترات في البحر الاسود اثرت على اسعار الحبوب والسلع الاستراتيجيه. توترات في السودان اثرت برضو. فهنا ما نقدرش نقول ان كل الازمات اللي احنا بنواجهها دي مش هنتاثر اقتصاديا، لا هنتاثر، وده بياثر علينا بالفعل بشكل كبير جدا. عددنا السكاني الضخم برضو اللي ليه تاثير ومتطلبات كبيره. اشكال التهديد الخارجي على اقتصادنا المصري ظهر بوضوح في قطاع صناعه الدواء، وده بدا يظهر في نقص بعض الادويه الهامه. عشان كده في صناع قرار هنكون بنلمس في الموضوع ده وبنحط خطوط عريضه، ايه اهم الصعاب اللي احنا هنواجهها الفتره اللي جايه، ازاي نعديها، وده بقى بيأثر علينا وعلى اقتصادنا بشكل كبير جدا لان عددنا السكاني ضخم ومتطلباتنا كتيره. اشكال التهديد الخارجي على اقتصادنا المصري ظهر بوضوح في قطاع صناعه الدواء، وبدا يظهر في نقص بعض الادويه الهامه، وده عشان صناعه الدواء عندنا بتعتمد على توفير المواد الخام من الخارج وتحديدا من الصين ومن الهند. هنناقش الملف ده بشكل كامل مع ضيوفي النهارده في الفقره الحواريه اللي حابب احط ايدي فيها على الجرح، وتكون حلقه كاشفه لازمه الدواء والنواقص من كل الجوانب. بس قبل ما نروح للفقره الحواريه هنستعرض معاكم خبر مهم تناولته عدد من مواقع والصحف، وهو دراسه بنكيه، دراسه عملها البنك الاهلي وبنك مصر، وبيحاولوا يفكروا ان هم هيلغوا شهاده ال 27%، أو بمعنى أدق دراسة طرح شهادة أخرى بديلة بسعر فايدة أقل من 27%. ده بالتوازي مع تحسن أوضاع النقد الأجنبي داخل البنوك، واللي بيظهر في قرارات كتيرة منها زيادة حدود المعاملات الدولية للبطاقات الائتمانية. وعشان كده للمزيد من التفاصيل والتوضيح بينضم لينا عبر الهاتف الخبير المصرفي الدكتور هاني أبو الفتوح. أهلا بيك دكتور هاني. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. في دراسات وناس بتتكلم وبتقول ان في احتماليه الغاء شهاده ال 27%. ايه الاسباب لو تم؟ وحضرتك شايف ايه الشهادات اللي هتكون بديله، خصوصا ان مصريين كتير قوي بيعتمدوا على الشهادات في ادخاراتهم؟ فشايف حضرتك الصوره عامله ازاي؟ خليني اقول لحضرتك ان لغايه دلوقتي دي مجرد يعني اخبار و تكهنات يعني؟ تكهنات، ولم تعلن اي جهه في البنوك انها هتخفض الفائده على الشهادات ذات العائد المتميز 27% و23.5%، ولكن هو بالفعل وارد ان هو يتم اتخاذ هذا القرار، انما لجنه الالكو في بنك الاهلي وبنك مصر اللي هم اصدروا هذه الشهادات لسه لم تجتمع، وغالبا هيجتمعوا بعد اجتماع لجنه السياسه النقديه اللي مقرر انها تجتمع يعني طبعًا الخميس القادم. طيب بس السؤال هنا دكتور هاني، ان احنا اوريدي لما اتعملت ال 27 فكان الغرض منها تغطيه التضخم اللي زاد عن اكثر من 35%، والوضع الاقتصادي ان كان في السوق الموازي كان الدولار وصل قرب 70 جنيه، فبالتالي كانت الشهادات الغرض منها في الوقت ده هو حل ازمه، الازمه دي ما بقتش موجوده، فهل الدوله هتستمر او هل هيفضل ال 27% الشهاده دي متواجده، خصوصا بعد ان احنا محللنا الازمه اللي احنا كنا بنواجهها؟ والله الحقيقه ان ده يعني يعتمد على مدى توفر حصيله العمله الصعبه لدى البنوك، واعتقد ان يمكن في اتجاه برضو عالمي نحو تخفيض الفايده وبدء انحصار موجة التضخم، واحنا شفنا ان التضخم في مصر فعلا نزل في شهر ابريل، ويعني لامس حد 33 و 32.5%،
ده تمام. يعني نزل ولو انه يعني نزول بطيء، ولكن بدات فعلا ملامح نزول الاسعار والتضخم، فده هيدفع البنك المركزي اما انه يثبت الفايده او ان هو يخفض الفايده وفقا للمعطيات اللي بيدرسها امامه. بعض الاقتصاديين يا دكتور هاني بيتكلموا انه الازمه الاقتصاديه لسه ما اتحلتش، احنا في البدايات لحل الازمه وتوفير العمله الاجنبيه في للداخل يعني، ولكن بعض الاقتصاديين بيقولوا لا احنا خلاص الازمه دي انتهت. من واقع خبرتك يا دكتور، عشان الناس اللي فاهمه اقتصاد هو الناس اللي لازم يبقى ليهم مرجعيه ونرجع ونسالهم، هل الازمه الاقتصاديه اللي بنمر بيها انتهت ولا احنا لسه في البدايات؟ الأزمة لم تنتهي، أنا أتفق مع هذا الرأي تماما. إحنا الأزمة السيولة للعملة الأجنبية هي اللي انتهت، تمام. ودي بفضل يعني الصفقات الاستثمارية من رأس الحكمة وقرض الصندوق النقد الدولي وبيع الأصول، ولكن الأزمة الاقتصادية أسبابها يعني احنا بنحاول لسه، الحكومة يعني بتحاول انها تحلها، احنا في لسه في بداية الطريق ويمكن اخذوا بعض الخطوات الايجابيه، انما لسه لا قدامنا بالفعل قدامنا فتره عقبال ما نقول اه فعلا احنا خرجنا من عنق الزجاجه، فاحنا تغلبنا على ازمه السيوله الاجنبيه وافرجنا على البضائع اللي هي موجوده في المواني، انخفضت بعض الاسعار ولكن مش الانخفاض الحقيقه اللي هو احنا كنا نترقبه، فدي نقطه برضو يعني مهمه جدا لازم الواحد يثيرها. يعني لو الحاجه مثلا كانت ب 30 جنيه ايام الازمه ونزلت دلوقتي ل 28 او 27 جنيه، لا هي المفروض انها كانت تنزل اكتر من كده بعد ما وفرنا العمله الاجنبيه للمستوردين. طيب المواطن العادي بيسال، طب طالما الازمه اتحسنت وتخطيناها، ليه البنوك ما رجعتش بطاقات الخصم المباشر للعمل دوليا؟ لا اللي هي الديبت كارد يعني. لا يا فندم، اترفعت بعض حدود السحب لبطاقات الخصم المباشر للاستخدام الدولي، والنهارده البنك الاهلي المصري على سبيل المثال طلع يعني بيان بيعدل فيه حدود السحب النقدي والمشتريات على بطاقات الائتمان الدوليه، بيبقى على حسب نوع البطاقة، يعني في بطاقات اتعدلت إلى 25,000 جنيه، في بطاقات اللي هي البلاتينيوم اتعدلت ل 100,000 جنيه، فطبعا في تفاصيل كتير يعني لا يحضرني ان انا اقولها من البيان التفاصيل كتير، انما لا بالفعل بدات بعض البنوك انها تعدل او ترفع القيود تدريجيا على استخدام البطاقات سواء للسحب النقدي في الخارج او للمشتريات. طبعا دكتور هاني احنا بنشكرك جزيلا، ونتمنى ان يبقى لنا لقاءات حواريه متعدده، خصوصا الوضع الاقتصادي عمره ما هينتهي دلوقتي، ده الوضع الاقتصادي دايما كل يوم فيه جديد وفيه تقلبات كتير قوي في السوق، فبنشكرك جزيلا على المداخله. هنخرج فاصل قصير ونرجع لفقرتنا الحواريه المهمه جدا اللي يا رب تكون هتلبي طلبكم، وهو اهم سؤال احنا بنساله، ازمه الدواء امتى هتنتهي؟ هل الازمه دي هتفضل مستمره؟ ايه الحلول اللي هنقدر نطرحها على الساحه عشان نقدر نعدي الازمه دي؟ هينورنا بعد الفاصل الدكتور علي عوف رئيس شعبه الادويه بالغرفه التجاريه، والدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيدلة القاهرة، ابقوا معنا. رجعنا لكم تاني وبنرحب بضيوفي الكرام، دكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. ومعنا أيضا الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيدلة القاهرة، أهلا وسهلا دكتور محفوظ. صناعة الدواء في مصر هي من أهم ومن أخطر القطاعات اللي موجودة وبتأثر على أي اقتصاد دولة في العالم. مظبوط. وبالعكس ده ممكن تخلق أزمات كبرى جوه الدولة. السؤال اللي احنا دايما عايزين نسأله وهنبتدي بدكتور علي، دكتور علي، مصر واجهت أزمة اقتصادية في الفترة السابقة وكانت أزمة سعر الصرف الدولار، احنا دلوقتي بعد
مشروع راس بعد مشروع راس الحكمه وبعد الاستثمارات الاجنبيه اللي دخلت جوه مصر وبعد كده حال شويه سعر الصرف هدي، ولكن نفاجئ ان ما زالت في ازمه في قطاع الدوائر. السؤال اللي بنساله بنبتدي بيه حوارنا، ما هي اهم التحديات التي تواجه قطاع الدوائر في مصر؟ تمام. زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان صناعه الدواء هي صناعه استراتيجيه وهي امن قومي. تمام. وفي نفس الوقت ليها بعد اجتماعي، وبعد اجتماعي دي بنحط تحت منها كذا خط، لانه اهم حاجه في منظومه الدواء هو المواطن والمريض المصري ان يحصل على دواء بكفاءه وجوده عاليه وفي نفس الوقت بسعر مناسب، لانه معظم الناس فاتوره الدواء بتمثل لهم جزء من الدخل بتاعهم. الجزئيه الثانيه، صناعه الدواء ليها تاريخ من ايام طلعت حرب باشا والدنيا ماشيه ومستقره. مرينا بازمات صناعه الدواء المصريه كتوطين صناعه موجود بنغطي 92% من احتياجنا. في كورونا الصناعه 92% من احتياج البلد، وده اعلى نسبه على مستوى العالم على فكره، على الرغم من تعداد السكاني اللي كسر حاجز ال 109 مليون. لا احنا عشان عندنا اساس قديم، فكل مره بنكبر. الحاجه الاهم ان القياده السياسيه مهتميه جدا بانها توطن صناعات مش موجوده عشان نوفر الدولار، بدل ما بنطلع دولار نقدر نحافظ على الصناعه. وفي في 24 هنسمع على صناعات في قطاع الدواء غير مسبوقه خلاص، وفي نفس الوقت هنبقى واحده من خمس ست دول على مستوى العالم بتعمل هذه الصناعه وهنصدر بيها. فالصناعه لا ماشيه وعندنا اساس. يعني اهم ما في الموضوع هو احنا في كورونا عندنا الازمه، وعندنا ازمه بامتياز. تمام. في كورونا وبالصناعه الدواء، ولم نحتاج ان احنا نستورد ادويه من بره واعتمدنا على. خليني عايز اسال حضرتك يا دكتور علي، ايه سبب الازمه؟ الازمه هو انه الدواء في الاساس كسلعه استراتيجيه واحده من ثلاث سلع موجوده جوه مصر مسعره تسعيره جبريه. كل قطاع في الدوله شغال بتسعيره مرنه او تسعيره حره، الا ثلاث حاجات جوه الدوله، اللي هو العيش اللي هو بخمس قروش. تمام. ده ما زال بيتباعه، الدوله بتدعمه. البنزين والدوله ما زالت بتدعمه، والدواء. البنزين والعيش الدوله بتتحمل فرق التكلفه الدعم، انما الدواء اصلا الدوله لا تتحمل فرق. لما حصل التعويم الاخير، التعويم لاول مره الدولار يزيد مره واحده اكتر من 17 او 18 جنيه في النطه الواحده. احنا تسعيرنا كتسعير جبري، هيئه الدواء ملتزمه بالبنك المركزي، البنك المركزي قال 31 يبقى انا هسعر ب 31. جه بعد كده بقى ب 48 اجي. لا هو انت سعرت 31، بس هو ما كانش فيه 31. ما كانش فيه. يعني هو ده رقم على شاشه. لا ولكن فعليا ما كانش المواطن قادر ان هو 31، ولكن احنا الدوله بما ان التسعيره جبريه وسلعه استراتيجيه وامن قومي، الدوله كانت ملتزمه بتوفير الدولار للدواء بال 31. انا هاخد من دي يا دكتور علي وهسال دكتور محفوظ. دكتور محفوظ، انت النهارده مسعر بيزد على ان الدولار يساوي 31، صح كده؟ طب ليه بعض البنوك دلوقتي بتطالب فرق من الشركات عشان تاخد المواد الخام اللي موجوده في المينا ويجبروا كمان على سعر؟ فهنا ازاي؟ يعني هو مجبر على سعر وفي فرق في ما بين الجنيه الدولار يساوي 31، والنهارده البنوك بتطالب الشركات بالفرق. طب الراجل يعمل ايه؟ الشركه تعمل ايه؟ شوف حضرتك، نرجع بقى لقرار مهم جدا صدر في 2012. تمام. قرار 94 في عهد الدكتور فؤاد النووي وزير الصحه في الفتره دي. كان في احد البنود الرئيسيه فيه ان سعر الصرف لو اتغير بنسبه 15% فمن حق الشركه تقدم طلب للاداره المختصه، اداره التسعير في هيئه الدواء المصريه او في وزاره الصحه كان ساعتها، طبعا دلوقتي هيئه الدواء المصريه، انها تقدم طلب زياده الاسعار. تمام. طبعا النقطه اللي توصلها حضرتك، اولا نطمن الناس برضو حاجه مهمه جدا، ان معظم المواد الخام افرج عنها والشركات تحملت الفرق في التكلفه حضرتك بتقول عليه. بمعنى ايه؟ حضرتك لو كنت مقدم على خامه بتجيبها سعر خامه 31 جنيه بالظبط بالدولار، فالخامه دي انت كنت مقدم المستند او طلب الاعتماد او طلب التوفير ده النهارده، فحضرتك كنت مقدمه ساعتها كان 31 جنيه. حصل بقى التعويم فبيب 48 جنيه.
فطبعا البنك ملوش علاقه بالقصه، البنك خد الفرق بتاعه طبيعي، ده طبيعي. طيب البنك ملوش علاقه بالقصه. الفرق ده مين اللي تحمله؟ ما هو دلوقتي الشركه هي اللي تتحمل التكلفه دي. هيعوضها ازاي؟ ما هيعوضها ازاي؟ ان نعمل بقى الحته اللي بنقول عليها بقى المعادله الصعبه، ها. ان انا احقق ان جزء من الربح بتاعي كشركه استمر في الصناعه واستمر في توفير الادويه باسعار مناسبه للجمهور المصري. وبرضه اقول لحضرتك احنا ما زلنا ارخص دواء في العالم، حتى بعد الزيادات اللي هتحصل وحصلت احنا ما زلنا ارخص دواء في العالم. لان احنا عندنا قواعد منظمه للتسعيره وبيراعى فيها البعد الاجتماعي المواطن رقم واحد. وفي ناس من وزاره التضامن الاجتماعي بتبقى موجوده جوه لجنه التسعيره عشان خاطر بعد الاجتماعي، وفي ناس من اداره التكاليف في كليه التجاره وكليه الصيدله وكليه الطب، وحن بعض النقابات تبقى موجوده عشان خاطر نشوف التكلفه الفعليه للدواء، والناس الموجودة جوه تبقى شاطرة جدا تشوف تكلفة فعلا الدواء وياخد الزيادة اللي يستحقها. القصة كلها بدأت ازاي يا دكتور شادي؟ نرجع الدكتور طبعا كان الكلام ده كان فاكره كويس جدا، ان من سنة طويلة جدا كان التسعير بيتم بشيء من العشوائية. وده حصل كان من سنة طويلة جدا في 2005 و2004. كان أول ما قبل ما تدخل لجنة تسعير كان في حاجة لازم تدخل اسمها لجنة فنية. اللجنة الفنية عشان تدخلها كنت ممكن تاخد سنتين ثلاثة. ممكن تقدم ملف عشان اخش لجنه فنيه عشان لجنه ويتوافق على المستحضر. كان ده في النظام القديم. فاللي بيحصل ايه بقى؟ بعد ما تاخد موافقه اللجنه الفنيه، خطاب من اللجنه الفنيه تطلع بيها على التسعيره. اللي خد الاول وخد الاول مات. رقم ياخد اعلى تسعيره. ده يكون المريض مات. غير لا غير كده، ان تلقى مثلا ده عمل الفروق الكبيره والتشويهات الكبيره، تلقى واحد واخد 100 جنيه في تسعيره وواحد جاي بعده واخد 10 جنيه. ها. وانت ممكن كمريض او طبيب تعتقد ان الفرق ان السعر ده في فرق في الكفاءه خالص. اه طبعا. ده خد رقم الاول، ده ما خدش رقم. بس حاجه بتيجي الصبح في بنك وتاخد رقم فبتتاخر عشان جيت متاخر وكده، وواحد ثاني بياخد ممكن انت تحط مبلغ. هي قصه كده. فحاولنا بقى نعمل معالجه لهذه التشوهات. فاول تعويم حصل لو تفتكر في 2016. تمام. كان سبقه زيادة في الأسعار في مايو 2016، وكان طلع بيه قرار من رئيس مجلس الوزراء، قرار 32. تمام. تمام؟ وكان أقصى زيادة في العبوة 6 جنيه. بعدها على طول حصل تعويم في شهر 11 2016، فبرضه حصل نفس الأزمة يا دكتور علي، وبرضه زيادة الأسعار، والشركات برضه حصل مشكلة كبيرة، وصدر قرار وزير الصحة الراحل أنا ذاك الدكتور أحمد عماد، وزود الأسعار بنسبة حسب عاملها شرايح تحت ال 50 جنيه ومن 50 ل 100 وفوق ال 100 جنيه. انا هاخد من عندك دي بس معينة. انا هسال دكتور علي، انتوا طلبتوا زياده في اسعار بعض الادويه؟ اه طب ما طالبين. هيئه الدواء عملت فتحت للشركات باب ان هم يتقدموا، الشركات اللي هي متضرره من زياده سعر الدولار، وبالتالي ادت مهله اسبوعين تم تجميع هذه الطلبات. وهيئه الدواء حاليا في مرحله ان هي بتدرس هذه الطلبات. الطلبات دي انا لما بقدمها بمستندات، يعني انا بقول ان انا عايز ازود دوايا مثلا 20% 50%، لازم يكون معايا مستندات معضده لكده، منها سعر الماده الخام. وسعر الماده الخام انا ممكن اكون حاطط سعر وهمي 100 دولار، بس هيئه الدواء عندها قاعده بيانات قويه تقدر من شركه منافسه ليا بجيب نفس الماده من نفس المورد ب 50 دولار، فهيئه الدواء مش هتاخد ال 100 دولار بتاعتي، هتحاسبني ان انا بجيبه زي 50 دولار. فهو في قاعده بيانات عندها، وانا بقدم مستنداتي سعر التكلفه وسعر العلبه وبتاع، وفي الاخر هيئه الدواء حاسبه كل حاجه. بتيجي هيئه الدواء ده في الاخر تقول لك اه انت تستحق او انت لا تستحق. تمام. وانت لو تستحق استحق مثلا 10 20 15 على حسب ما يتراءى. طب هنا بقى انا عايز اسال لحضرتك سؤال، البعد الاجتماعي احنا كده كده هنزود، طب والبعد الاجتماعي؟ هو هيئه الدواء هنا واخده في منظورها معادله احنا دايما بنسميها حاجه اسمها التسعير العادل. ايه هو التسعير العادل؟ ان انا النهارده لا المريض يبقى يحصل له عبء مادي عالي ويلاقي دواء، اهم حاجه يلاقي دواء بالسعر اللي هو الرسمي، وفي نفس الوقت الشركات كاقتصاديات ان هي من حقها ان هي تكسب مكسب معقول تقدر تستمر بيه في التطوير، وتقدر ان هي تزود استثماراتها. يبقى ده السعر العادل. وهيئه الدواء شايفه الجنبين. احنا في الاخر هو النهارده لو مش موجود دواء مصري، احنا زي ما الدكتور محفوظ قال لك احنا ارخص دواء في العالم. انت في ادويه بتطلع من عندك هنا بتتهرب بره مصر عشان سعرك رخيص اصلا. انت اصلا في التصدير مش قادر. انت لما قلت يا دكتور علي مكسب عادل، كلمه مكسب عادل دي قد ايه؟
المكسب العادل هيئه الدواء من 15 ل 20% للشركه. يعني في بعض الادويه هتزيد من 15 ل 20% الفتره الجايه. وارد وارد تزيد اكتر وارد تزيد اقل على حسب، بس هنا بيدي اولويه للزياده قليله للامراض المزمنه. يعني مرض مزمن ممكن يزيد 10 او 15% تمام، لان ده المريض كل شهر لازم هيجيبه فهيحس بتكلفته. انما الادويه بقى اللي هي ايه، مضاد حيوي هياخده مره في العمر، مسكن هياخده مره مثلا في الشهر، الحاجات دي البسيطه دي ممكن هي تزيد زياده عاليه. وممكن في الحاله دي بيبقى عنده حزبه منتجات، حاجه تكسب قليل حاجه تكسب كويس، ففي الاخر يقدر يغطي مصاريفه وتكلفته. طيب يبقى هنا دكتور محفوظ، يبقى انا توطين الصناعه وان الشركات المحليه تبتدي تنتج الدواء المصري اللي يقدر ينافس الدواء العالمي اللي بيكلفني مليارات الدولارات، احنا محتاجينها وبشكل اساسي وفوري. يبقى هنا وضعنا ايه في صناعه الدواء خصوصا الدواء المحلي؟ طبعا احنا زي ما حضرتك تفضلت، الدوله في الفتره الاخرانيه وسياده الرئيس لاول مره يحصل في تاريخ مصر يبقى في اهتمام بقطاع الصحه بشكل عام، واولى اهتمام كبير بالدواء بشكل خاص. والدوله خدت علاقتها الفكره اللي بتكلم فيها دي توطين صناعه الدواء المصريه. ونرجع بقى لفتره ظهر ايام ازمه كورونا، الحمد لله يمكن احنا من الدول القليله جدا اللي خدنا امتياز تصنيع لقاح كورونا في مصر، وكان بتطلع حاجات من مصدر بره. تمام. ودي طبعا مفيش مجامله فيها، ده بتبقى ماشيه بمواصفات عالميه، والمصنع اللي بيديك امتياز دوت بيعرف ان انت قادر على هذا. فزي ما تفضل دكتور علي، احنا الحمد لله دلوقتي عندنا 175 مصنع دواء في مصر، عندنا ما يقرب من 800 خط انتاج، واكثر من 1200 شركه تصنيع لدى الغير. مئات المصانع والاف الاصناف، محتاجين بقى فتره بقى، محتاجين بقى التسعير ده هتساعد في بقى، هتساعد في التصدير، لان حضرتك زي ما عندك قواعد منظمه للتسعير في مصر، فالدوله اللي حضرتك بتصدر لها عندها قواعد منظمه للتسعير. تمام. لما تلاقي السعر بتاعك على الرف ب 10 15 20 جنيه تقول لك انت بتبيع على الرف عندك ب 20 جنيه، عايز تبيعه عندي ب 20 دولار ازاي؟ فموضوع تحريك الاسعار هيساعد في زياده الحصيله الدولاريه الخاصه بالتصدير. احنا ممكن نعتبر يا دكتور شادي ان قطاع الدواء هو قاطره اقتصاديه للدوله وقناه سويس جديده، لان احنا الحمد لله عندنا الامكانيات الفنيه والبنيه التحتيه اللي تؤهلك انك تخترق الاسواق العالميه. عايز اقول لك حضرتك مفاجاه، انا عايز اخد من كلام حضرتك لما دكتور علي قال ان احنا بنغطي 92% من احتياجاتنا، هل احنا بنغطيها من المنتج المحلي ولا من المنتج المستورد؟ كيونت يعني احنا مثلا حوالي مثلا عدد الوحدات المنتجه في مصر المباعه في السوق الحر حوالي 4 مليار عبوه. تمام. 92% دي يعني حوالي 3 مليار و600 مليون عبوه مصري منتجه داخل مصر، و400 مليون عبوه مستورده، منها طبعا الحاجات الهاي تك، الحاجات الهاي تكنولوجي دي مستورده، بس الفاليو القيمه بتاعه الحاجه المستورده ديت 25%. بمعنى ايه؟ عشان تعرف بس الدواء في مصر سعره ايه بالنسبه للمستورد. يعني حضرتك ال 92% دول، 92% دول اللي هم عدد وحدات دوائيه منتجه في مصر قيمتهم 150 مليار جنيه. ال 7-8% المستورد 50 مليار جنيه. شفت الفرق قد ايه؟ نسبه ده معنى انت ارخص دواء في العالم. وعشان كده بقى الدوله تاخد خطوات سباقه في مساله توطين المنتجات الهاي تك، الحاجات اللي عايزه تقنيه عاليه في التصنيع. لما بتقول حضرتك الدواء المستورد احنا بنجيبه، احنا مشاركين او مساهمين بنسبه قد ايه من جوه الدواء؟ يعني احنا مش احنا بص يا فندم، احنا المواد الخام معظمها مستورد فوق 90%. انا الماده الخام نفسها احنا فوق 90% مستورد ماده خام. حتى الورقيات والاخبار حضرتك عارف ان احنا مستورد الماده الخام. احنا كان عندنا شركه النصر وما زالت موجوده بتنتج بعض المواد الخام، او من اوائل الشركات اللي حصلت وبدت في اول الستينات شركه النصر. طب ايه اللي ينقصنا عشان ننتج بقيتها؟ اول حاجه يعني نقطه مهمه جدا، المشكله مش في انتاج الماده الخام. على فكره اكبر دول في العالم بتصدر للعالم منتج نهائي وبتدخل لبلدها مليارات وشركات بذات ميزان الدول ما عندهاش مصنع مواد خام. شطارتك ازاي تنتج منتج نهائي، وده اللي احنا عاملينه، ازاي بقى تقدر تفتح اسواق خارجيه، وده محتاج ان يبقى عندنا مؤسسه في الدوله تتبنى، مؤسسه لوحدها مستقله تتبنى فكره التصدير. لان احنا لو قدرنا نصدر الدواء اعتقد احنا ممكن نعمل اكتفاء ذاتي من الدواء بقى، الميزان التجاري بتاع الدواء. بمعنى ايه؟ احنا بنستورد دلوقتي مواد خام وادي فينش برودكت فوق 3 مليار، بعد الزياده اللي حصل دي ممكن يبقى 4 5 مليار. طب ال 4 5 مليار دول انا عايز اجيبهم، انا عايز قطاع الدواء يعمل عمليه اكتفاء ذاتي. انت بتجيب مواد خام وفينش برودكت من بره ب 4 مليار، انا عايز اصدر ب 4 مليار.
فده محتاج ايه؟ محتاج جهود ذاتيه، الدوله في البلد، المؤسسات المدنيه، المجلس التصديري يتعاون مع غرفه الصناعه وشعبه الادويه بالاتحاد العربي. في الدكتور علي عوف بذل مجهود كبير جدا في قطاع التصدير، والمفروض ان الدكتور علي كمان، احنا في الشعب عندنا في مؤتمر كبير خاص بالتصدير احنا كشعبه بدينا نشتغل عليه، فده مهم جدا. انا هاخد من كلامك اللي هو 90%، هو 90% دي هترفلكت على سعر الدواء. طب بالتاكيد بالتاكيد. بص حضرتك، الدولار زايد بنسبه اخر زياده 65%. دي اخر زياده اكيد. احنا من ابريل 22 الدولار كان وقتها ب 15.70، النهارده الدولار وصل لحوالي 48، فالزياده النهارده بتتكلم في اكتر من 300%. هل احنا كصناعه سعر الدواء زاد 300، التكلفه زادت 300%؟ بمفهوم. هو الدكتور محفوظ قال لك ايه؟ الورق اللي هو انا بعمل علبه ونشره، العلبه والنشره دي ورق، يعني مطبعه، بتاع المطبعه لما بيستورد الورق بيستورده بالسعر الحر. نفترض ان هو جاب الورق ب 70 جنيه دولار، وهو بيديني الورق عشان اعمل علبه ونشره، هيقول لي تسعيره جبريه محسوب على 31، هدولك ب 31 ولا هبيعهولي ب 70؟ هبيعهولي ب 70 طبعا. وبالتالي هنا التكلفه عليا هنا عاليه. أنا بالنسبة لي طالما التكلفة زادت في المدخلات، وإلزامي إن أنا أحط العلبة الدواء في علبة، وإلزامي إن أنا أكتب عليها التعليمات استخدامه تخزينه، ده لازم إلزام. علشان أكتب عليه عايز حبر، مصر بتستورد الحبر، مصر بتستورد الورق، فإحنا بنستورد مادة الخام، 90% من المدخلات بالدولار بتخش جوه الصناعة. خلاص ده هو، ما هوش عيب في الصناعة، ولكن ده لظروف معينه بتتم بتاع، ودول كتير في العالم خلاص شغاله بنفس الفكر بتاعنا. يعني اوروبا وامريكا النهارده بيستوردوا من الهند والصين الماده الخام، بيشتغلوا بنظام البيئه النظيفه، والتكلفه هناك في الصناعه اقل. انا بستورد من نفس المكان ومن نفس الحته اللي بيستورد فيه. تمام. قبل ما هنطلع فاصل وهسال حضرتك السؤال ده بعد الفاصل، ويا ريت حضرتك تفكر فيه. لو كل الامور كده زي ما حضرتك بتقول، طب ليه المصريين والدواء المصري دواء يعني فعال وافكتيف، وزي ما حضرتكم بتقول انه في ناس بيتهرب بره كمان، طب ليه المصريين في الخارج وهم راجعين من السفر محملين معاهم انتي بايوتكس بين كيلر فيتامينز، وتلاقي العيله وهي طالعه شنطه ممكن تلاقي نصها محمل ادويه وهم راجعين من السفر؟ السؤال ده هنسال لحضرتك بعد الفاصل. فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم من الفاصل. دكتور علي، كنا بنسأل السؤال اللي هو ناس كتير قوي وهي مسافره بتحمل معاها ادويه كتيره قوي ليها لازمه او ما لهاش لازمه، ايه السبب؟ هل هو على ثقه او على يقين ان الدواء الاجنبي احسن من الدواء المحلي؟ اتنين، هل هو بيتاجر فيهم؟ ثلاثه، نقص طوعيه. هو انا شايف انه هي اساسا ثقافه او نقص توعيه، ده بالاحرى ان الناس دايما عندها اعتقاد ان الدواء الاجنبي افضل من الدواء المصري، والدواء المستورد يعني في حاجة ميزات، وان احنا هنا في مصر الدواء المحلي ما فيهوش مادة فعالة او مقللين مادة فعالة زي ما الناس بتقول. انما الواقع والناس مش عارفة ان احنا عندنا هيئة رقابية قوية، هي هيئة الدواء، وهذه الهيئة بتحلل وبتتأكد من نسبة المادة الفعالة اللي موجودة مطابقة للمواصفات طبقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، ومفيش علبة دواء بتطلع من المصانع إلا بتحللها ومتأكد من سلامتها وكفائتها. كان في بعض الناس أو بعض الأقاويل بتقول لك إنه بعد زيادة الدولار وبعد الأزمة اللي كنا بنواجهها، المادة الفعالة أو المادة التركيز بتاعها بيقللوها في الدواء عشان يوفروا من التكلفة ويبيعوها بسعر فيعوض خسارته. بص حضرتك، الـ 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 المقولة دي ما هي سليمة وهي خاطئة مليون في المية لسبب رئيسي. الدواء
لو انا قللت في الماده الفعاله او ما حطيتش يعمل مفعول يا ما عملش. لو ما عملش مفعول هل تعتقد ان انا هقدر ابيع بعد كده؟ ده الشركات لما بتكتشف في السوق ان دواها مغشوش هي اللي بتبلغ هيئه الدواء ان انا لقيت دواء مغشوش حفاظا على سمعه الدواء. بالظبط. وبالتالي لا، الشركات بتخاف على سمعتها. الاهم من ده، لا ده في رقابه على الدواء، هي ثقافه مزروعه من الشركات الكبرى اللي اسعارها غاليه عشان تسوق منتجاتها. تمام؟ انما في الاساس صناعه الدواء المصريه هي بنفس كفاءه. انا شخصيا مريض وباخد الدواء المصري، لان انا النهارده لو الدواء الاجنبي سعره 400 جنيه والدواء المصري نفس الكفاءه ب 200 جنيه انا اولى بال 200 جنيه. بالظبط. وده اللي انا في صيدليتي بعمله. وازاي تزود التوعيه؟ ما هو ازاي التوعيه؟ من طريق الاعلام. احنا نجحنا من 9 شهور في حمله منظمه عن طريق الاعلام في دواء الغده. الفيسبوك والبلد اتقلبت ان دواء الغده مش موجود المستورد الانجليزي، والناس هتموت، والناس قامت بقى الدنيا وقعدت. واحنا طلعنا قلنا يا جماعه ده في المثيل المصري شركتين وطنيتين، الدواء الغده ب 80 جنيه وانا عندي المصري ب 40 جنيه ونفس الكفاءه. لما الناس بدات تبقى في وعي وانها تروح وتجيب خلاص الدواء المصري وجربته، احنا بعد 9 شهور ما حدش بيسال على الدواء الاجنبي، لدرجه ان الدواء الاجنبي توفر ما حدش بيشتريه. فده يوري لك انه التغيير والثقافه، الاعلام بيلعب دور مهم. انا بس حابب انوه لانه من يجد دواء ناقص عندنا رقمين لاي مواطن جوه مصر يقدر يستخدمهم للبحث عن الدواء الناقص علشان ما يتعبش. رقم 15301. 15301 ده رقم هيئه الدواء المصريه. اي حد بيتصل بيه بيقدر يقول له دواء موجود فين او بديله ايه وسعره كام. ده رقم واحد لهيئه الدواء المصريه 15301. الرقم الثاني 166 82. 166 82. 166 ده رقم الخط الساخن لصيدليات الاسعاف التابعه للشركه المصريه لتجاره الادويه. هذه الصيدليات اللي هي الشكاوي او الصيدليات دي دايما لو في ادويه غاليه او ناقصه بتبقى موجوده فيها ومنتشره في محافظات كتيره جوه الجمهوريه. تمام. فمن اي محافظه يتصل على 166 82 ويسال عليه قبل ما يروح ويقدر يحصل على دواء بسهوله، ودي هتحل كتير من المشاكل انك انت مش لاقي دواك. هاخد من الدكتور علي وهاخد كلمه صيدليه. الصيدليات في مصر كم صيدليه مرخصه؟ وهل هم مغطين احتياجات المواطنين اللي تعدادهم تجاوز ال 109 مليون؟ وايه الاجراءات اللي بتتعمل في حاله ان في صيدليه ما بتكونش مرخصه؟ شوف احنا عندنا في مصر النهارده زي ما حضرتك بتتكلم عندنا 320 الف صيدلي مسجل في مقيد في نقابه مصر على مستوى الجمهوريه. 84 الف صيدليه مرخصه في مصر منتشره في القرى والنجوع والعزب على مستوى الجمهوريه. 84 الف. 84 الف صيدليه اكبر نسبه في العالم. وهل الرقم ده مناسب للتعداد ده؟ بالعكس، ده المفروض ينزل. ينزل المفروض على الصيدله ينزل. المفروض على الصيدله ينزل، لان لا ينزل ليه؟ النسبه العالميه احنا حوالي 3 مليون صيدله على مستوى العالم. 3 مليون دول احنا حوالي كام؟ 8 مليار كوكب. احنا 3 مليون صيدلي، احنا 10%، احنا اكتر من 10، احنا 11%. تخيل المفروض احنا بعددنا عشان يبقى 300 الف صيدلي المفروض يبقى كام؟ 800 مليون مواطن. تمام. فالنسبه العالميه دي كبيره جدا، ده عامل مشكله كبيره جدا بالنسبه لصيدلياتنا احنا او صيدله. ليه؟ بتخلص فرص العمل وبتعمل مشاكل كبيره جدا. في نقطه تانية مهمه، يعني عارف حضرتك المعدل العالمي. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل. الصيدلي في العالم بيبقى شغال مهمته الاساسيه R&D ريسيرش اند ديفلوبمنت، يعني بيخش في ابحاث وفي تطوير و احنا الصيدلي عندنا لا، ما هو هقول لحضرتك دي اقسام حتى موجود بره، في حاجه اسمها كوميونتي فارماسيست. ايوه انا عارف، انا فاهم قصدك. الصيدلي مجتمع موجود بره بس واخد مساحه اكبر ومحطوط في الترك الصح. انا عندي في مصر هنا الصيدلي المجتمع موجود في مصر بيشتغل بجهود ذاتيه وبدون اي مقابل مجانا. فانا محتاج بقى اطور دور الصيدله، اطور دور الصيدله الكلينيكي. وحضرتك بتتكلم على الار ان دي ده، وده الاساس في موضوع اكتشاف اللقاحات والادويه الجديده والكلام ده كله. طبعا. فحضرتك لما تيجي تدي للصيدله تحطه في التراك الصح بتاعه هتلقى، ممكن عارف حضرتك الشركات بره ممكن تلقى شركه كبيره جدا بمليارات عملت ميرج مع مركز بحثي اوضتين وصاله.
وده اللي حصل في في ادويه التهاب الكبد الوبائي. اوكي. مركز مع شركه جريات بسم الله ما شاء الله مليارات دخلت. فالفكره في البحث هو البحث العلمي والعلم باور غير طبيعيه. تمام. نتكلم بقى على الصيدلي. انا عندي 84 صيدليه، كل 20,000 مواطن في مصر قدامهم 60 صيدلي. النسبة العالمية كل 20 قدامهم مثلا حوالي كام؟ حوالي 15 صيدلي أو 10 صيدلي حسب البلد، يعني بتختلف من بلد لبلد، زي اليابان زي أمريكا زي غيره بتختلف. يعني أمريكا عندها حوالي 300,000 صيدلية و300 مليون مواطن، فوق 300 يعني أكثر من 300. أمريكا 10 مليون كيلومتر مربع، أنا مليون كيلومتر مربع عايش على 7% مساحة مصر على خط الدلتا، فبالتالي المساحة اللي احنا بنتنازل عليها وبتنافس عليها صغيرة. القصة انا بحاول ارد على حضرتك بكميه المعلومات اللي عندي، ولكن هم اعمارهم وصحتهم احسن مننا. هقول لحضرتك ليه، هقول لحضرتك ليه. اولا قطاع الصحه في مصر حصل تطور كبير جدا في الفتره اللي فاتت، ودلوقتي المهمه الكبيره بتاعه التامين الصحي الشامل واهتمام الدوله بالمواطن، لان زي ما حضرتك تفضلت في الاول اتكلمت، صحه يعني اقتصاد. بمعنى ايه؟ انا عندي عامل بيقف على مكنه بينتج، لو العامل ده صحته كويسه وبيتعالج صح كل يوم يروح مصنعه ينتج، هيطلع قماش هنصدر وهيعمل بنيه تحتيه، وهنقدر نوفر نوفر اللي هو ياخد راتب كويس ويعلم عياله كويس وياكل ويتعلم كويس. طب انا لو عامل صحته مش كويسه تعبان، هيروح هينقطع كتير من الشغل، مش هياخد راتب كامل وممكن يترفد، عياله بدل ما يروح يتعالجوا كويس او يروح يتعلم كويس مش هيتعلموا ويقعدوا المدرسه. فالموضوع اهم حاجه الصحه، حتى في المواثيق الدوليه التزام الحكومه نحو الشعب في توفير الادويه وادوات الصحه ده ميثاق دولي. فبالتالي رقم واحد الصحه، وطبعا حضرتك الصحه والتعليم دول عباره عن وجهان لعمله واحده، يعني وجهان بالزبط في تقدم اي دوله. فبالتالي حضرتك بتتكلم على عدد الصيدله، احنا عدد الصيدله كبير جدا، احنا محتاجين ناخد الصيدله دي وازاي نستفيد منها. حتى في القطاع الحكومي كل فتره بتحصل مشكله على التكليف، وده حصل دلوقتي على دفعه 22. طب ما انا اخد الصيدله ديت واعتبرهم ثروه قوميه عندي وابدا احطهم في التراك صح. تحطهم في التراك ازاي؟ يعني ابدا اعمل التخصصات صح، وابدا اقتصر الجزء بتاع التخصصات ده صيدلي كذا، ده صيدلي كذا، زي صيدلي التغذيه العلاجيه. لما تحط في عارف حضرتك الصيدلي الكلينيكال في المستشفيات بيعمل ايه؟ وده حصل في مستشفى مجدي يعقوب، مستشفى 57، وفي كذا مستشفى مش عايز اقول اسماء ثانيه، كذا مستشفى. الصيدلي اللي واخد حقه في المستشفى جنبا الى جنب جنب الطبيب، مده بقاء المريض في المستشفى بدل ما يقعد 15 يوم بيقعد 5 ايام. فبالتالي فترة النقاهة بتبقى أقل، بيشفى بسرعة، التكاليف اللي على المريض بتقل، وبالتالي التكاليف اللي على الدولة بتقل. فبقول لحضرتك القصة في التخصص، إزاي أحط ده في يعني تحط الشخص المناسب في المكان المناسب. هتكلمت على جانب مهم جدا، جانب الار ان دي، الأبحاث والتطوير. عندي جانب عارف حضرتك بره في حاجة اسمها روم أوبريشن فارماسيست، موجود في غرفة العمليات مع العمليات الكبيرة، أدوية كتيرة ممكن ياخدها المريض فبيحصل تدخلات، هو بيبقى قاعد مع الطبيب يعدل ويزود ويقلل. فالقصة كلها أنت أنا مش محتاج آخد حتة من بره وأقول في مصر ده بره عامل كذا، لأ، محتاج تاخد تعمل كوبي بيست من بره وتشوف وأنا محتاج إيه في مصر واللي يناسبني. لأن أنا عندي في مصر محتاج إن أحافظ على الصيدلي، لأن الصيدلي المصري وصيدلات مصر الـ 84 دول والحفاظ على اقتصادات صيدلات الـ 84,000 صيدلية دول هم العصب والعمود الفقري للتوزيع الدوائي والانتاج الدوائي. تمام. يعني المنظومه كلها مرتبطه ببعض. متكامله. متكامله. هاخد من حضرتك الجمله وهرجع ليك يا دكتور علي، وفكره انه البحث العلمي. احنا البحث العلمي مصر ترتيبها متاخر جدا 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 في البحث العلمي. ما مدى اهميه البحث العلمي لحل ازمه الدواء في الدوله المصريه؟ اولا البحث العلمي بالنسبة لقطاع الدواء هناخدها بداية من كليات الصيدلة. كليات الصيدلة من في مصر هي كليات رائدة وبقالها سنين ومطلعة كوادر ومطلعة علماء، النهاردة موجودة في كل دول العالم صيدلة، وهم بيشتغلوا في أكبر شركات صناعة الدواء في العالم، وكمان بيكتشفوا أدوية جديدة مصريين، والحمد لله مصر يعني عامرة بالعلماء الكفاءات. ترتيب كليات الصيدلة في مصر من ناحية الأبحاث اللي بتطلع كل سنة وبتنتشر على مستوى العالم، مصر بتيجي رقم 10 على مستوى العالم. عشرة. ف
فمعنى انك رقم 10 انك عندك ابحاث جيده. المشكله في ايه بقى؟ المشكله الابحاث دي لابد انها تتاخد وتترجم الى صناعه. فعلشان تترجم الى صناعه محتاجه لقانون، لانك في حاجه اسمها انك انت لا بس انا عايز اسال سؤال لحضرتك. النهارده الجامعات بيبقى ليها تقييمات معينه، بيبقى التقييم ده بيزع على عدد الابحاث، على عدد الطلبه، على حجم التبرعات اللي بيخش الجامعه، على كام واحد من الجامعه دي حاصل على جائزه نوبل. فبيبقى في كرايتيريا في ترتيب الجامعات على مستوى العالم. احنا ترتيبنا ده جامعات، الجامعات لما بيجي تخصص الصيدله تمام، فانا بقارن بالصيدله بتخصص الصيدله على مستوى العالم تمام. الـ 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 الابحاث التي يتم نشرها على مستوى العالم من اكثر في جورنالز معروفه ومشهوره. يس اوكي، ما هو ده الفيصل يعني. فانا عندي ابحاث كويسه بتطلع. طب ولكن ليه ما بتحولهاش؟ اولا هو في حاجتين مهمين في الموضوع عشان تقدر تترجم الى ان هي من ناحيه عمليه الى ناحيه عمليه لمريض يستخدم. فبحث زي ده لما بيتنشر بتبدا عشان تترجمه محتاج منه مده زمنيه 10 سنين، وعشان تجربه على البشر محتاج موافقه بقانون اسمه قانون التجارب السريريه. قانون التجارب السريريه لسه متوافق عليه من سنتين جوه مصر. سنتين؟ اه. وبالتالي لسه قانون جديد في تفعيله. رقم اتنين، انت مش بس القانون ومحتاج لدعم مادي. انت الابحاث بره كل يوم، الشركات الكبيره اللي انت بتستورد منها دي البحث عندها كل يوم ممكن يكلفها 100 مليون دولار يومي ابحاث تمام. فانت محتاج لدعم لهذه الابحاث، وشركات تصرف وانت عندك تسعيره الدواء عندك 10 جنيه و5 جنيه و3 جنيه. فمن اين شركات الوطنيه المصريه هتطلع هامش عشان تصرفها في البحث العلمي؟ فالناحيه الاقتصاديه هو ده اللي بيعمل بيحد من انه يبقى فيه دواء باسم مصر تقدر. ومش من سنتين القانون لسه طالع؟ لسه طالع، فلسه في مراحل اللي هو الممارسه وان هو يبدا يشتغل. القانون ده بدا يستفيد بمين؟ ها، الشركات الاجنبيه العالميه اللي معاها القدره الماليه عالميا على الضخ، فبتعمل ابحاث عندك هنا على ادويتها فتقدر تضخ وفي نفس الوقت بتستفيد بهذا القانون. انا هاخد من الكلمه دي والقانون وهسال على قانون المساءله الطبيه. ليه متعطل بقاله 8 سنين دلوقتي؟ لا مش 8 سنين ولا حاجه. هو كان هو نقابه الاطباء طبعا قدمت طبعا وجهه نظرها، وكان في بعض جهات ثانيه قدمت وجهه نظرها. الفكره ان قانون المساءله الطبيه محتاج تعمل توصيف وظيفي لكل حد موجود. احنا كصيدله طالبين بحاجه زي كده يعني. انا شغلتي ايه؟ انت عشان تيجي تحاسبني كصيدلي انت عملت اديت دواء غلط، اديت مش عارف ايه، طب ارسم لي الحدود بتاعتي. ثانيا قانون المسؤوليه الطبيه قانون متعدد، للاسف الشديد ممكن البعض يستغل بعض الثغرات اللي فيه. قلت لحضرتك واحد خد علاج من واحد ويدعي ان هو عمل له كذا وكذا، او خد عمليه جراحيه وعمل له كذا وكذا. في حضرتك قواعد منظمه عالميا للمسؤوليه الطبيه، بمعنى ايه؟ مثلا لو هناك اثر جانبي متعارف عليه عالميا في اي اجراء طبي، حتى لو حصل مريض مش من حق المريض يطالب باي حاجه. يعني مثلا بعض زي ما حصل مثلا بعض الحقن ممكن تعمل حساسيه ومعروفه جدا بالظبط، فروحت حضرتك مستشفى وخدتها والمريض لا قدر الله توفاه الله. لا بس هو بيدي لك بره سيرفي، بيدي لك ورقه اقرار وتبلاها وبتمضي على اقرار قبل ما حضرتك في العمليات في مصر بتكتب، بتدخل العمليه بتكتب برضه. الفكره ان انت انا مش محتاج قانون المسؤوليه الطبيه يبقى عباره عن طوق يخنق المقدم الخدمه الطبيه. تمام، انا عايز احمي المواطن واحمي مقدم الخدمه الطبيه، اديله مساحه يشتغل صح بحريه، لان حضرتك عارف حضرتك احيانا. طب دكتور محفوظ، طب بناخد من بره، ما نتعلم من بره ونطبق اللي موجود بره جوه، وليه لازم نالف جوه؟ نقابه الاطباء مقدمه اعتقد يعني مقترح عارف حضرتك بالظبط، لما تيجي تقدم حاجه وانت ما فيش حد موجه عليك سلاح بتاخد تبقى بتبدع. حضرتك بقى بتقدم خدمة بالذات في العمليات في بعض الحاجات بتبقى يعني حضرتك عارف ان في العالم كله في عمليات بتبقى خطيره وليها ريسك كبير جدا لو مريض ممكن يا دكتور علي قال لي كلمه قال جمله قال لك احنا من سنتين وافقنا على القانون. ما قانون سنتين وافقت ايه على قانون يعني انت عايز تقول لي ان كل الابحاث اللي الشباب دول اللي على مر السنين اللي فاتوا ما حضرتك ما تحولتش؟ بص يا دكتور شادي، في حاجات ابحاث جميله جدا
بس ما تيجي تتكلم على حاجه تطلع على منتج نهائي لازم يكون قابل للتطبيق. دكتور اتكلم على الابحاث اساس جامعه صيدله عاملين ابحاث ومنشرين والكلام ده كله، هنتكلم على حاجات قابله للتطبيق اللي هو الجزء اللي هتكلم عليه دوت الار ان دي الابحاث التطوير. عارف حضرتك يعني بمناسبه الكلام ده في صيدله عندنا في كندا وكان استاذ في جامعه عين شمس، تمام، استاذ صيدله كلينيكي على ما اظن اسمه الدكتور شريف حنفي، واخد اول امبارح صيدلي العام ل 2024 في كندا. تمام. خدها واحد. بفضل المجهودات والاقتراحات اللي عملها واثرت على مخرجات الصحه بايجابيه اكتر. فبالتالي حضرتك ده صيدلي قدم مقترح، الدوله سمعت له، الجهات المسؤوله سمعت له، تعالى شوف مخرجات الصحه شكلها ايه. احنا بقى محتاجين كده ان كل حد متخصص في مكان يمارس مهنته. دكتور عارف بيتكلم على جزء الار ان دي، حضرتك بتتكلم على ار ان دي، بتتكلم على ابحاث والتطوير. طب دور الصيدله المجتمعي، دور الصيدله الكلينيكي، في تخصصات للصيدله كبيره جدا محتاج نمارسها عشان تبقى خلي بالك من نقطه، انت مش هتتقدم في جزء جزء لا. عارف التروس لازم كلها ما فيش ترس هتلاقي خرج، لو خرج او 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 اتعطل هياثر على المنظومه كلها. فمحتاج يبقى في رؤيه عميقه مجتمعيه ويبقى في مشاركه من المجتمع المدني ومن المتخصصين. حط تحت المتخصصين دي متخصصين. هو اللي شغال في البحث العلمي في صناعه الدواء. نجيبها كده يعني بص في حضرتك مرتبه كام؟ بص هقول لحضرتك في طبعا الموجود في الجامعه، ما انا هرجع لحضرتك، ما انا هقول لك مرتبه كام؟ هقول لك انا في تبقى الموجود في الجامعه حاجه، ولكن شغال في الار ان دي في فرق ما بين ار ان دي في مصنع، تمام، فده بيعمل فورمولا يعني ممكن تبقى تركيب عندك صعبه جدا. فاهم حضرتك؟ فاهم قصدي؟ هو لما احنا ودي المشكله مع الصيادله، هو بيدخل مع المصانع في البدايه بيبقى الراتب صغير مش عالي. هي دي بقى النقطة اللي أنا عايز أرجع ليها. يوصل بقى لما يبقى يوصل بقى لما يبقى دكتور محفوظ. أنا يعني الواحد أنا كنت متخرج من ماجستير من جامعة معروفة يعني ومرموقة، معظم زمايلي كانوا شغالين في صناعة الدواء. وكل ما تيجي تسأل واحد لا أصل أنا شغال سيلز عشان والله بيوفروا لي عربية بيوفروا لي سفريات بره كذا. تبص على الشخص الجميل بتاع الار ان دي اللي هو راجل متفتح وعايز يبتكر وعايز يخترع، والمخترع ده هو اللي هيجيب لي فلوس من 8 الصبح ل 4 العصر في المصنع. مرتبك كام؟ 5000 جنيه او 4000 جنيه. كنت لسه هقول الرقم ده. تمام. طب انا يعني شاب بس ولسه بس هو بعد عايش ازاي؟ بعد ما بيبقى بلغه السوق معلم يعني يبقى شاطر يبقى عالم في مجاله. تمام. ممكن يعمل فورمولا ما فيش مصنع عارف يعملها، يبقى هو الوحيد المنافس. على فكره عندنا على فكره عايز اقول لك نقطه مهمه جدا، الناس معتقده حتى المتخصصين يعني بعض المقدم اصل انت بتجيبوا دواء بتعجنوه بتعبوه، الموضوع مش كده خالص. عارف حضرتك ماده غير فعاله ممكن تاثر على كفه الدواء خالص. صح، انا اجري معاك يعني موافق تماما. دكتور علي ودكتور محفوظ اعتقد انه حلقه واحده مش هتكون كفايه معاكم، واحنا هنبقى محتاجين حلقات كتيره لانه موضوع قطاع الدواء في مصر موضوع مصيري. مظبوط. ومش موضوع مقتصر على الصيادله بس، ده في علم وفي دواء وفي اطباء ومنظومه متكامله. اعتقد ان احنا محتاجين نحسن كل جوانبها لو احنا نامل انه زي ما حضرتك كنت بتقول ان هو التعليم والصحه وجهين لعمله واحده. انا اعتقد ان الصحه ساعات بتبقى اهم من التعليم. مظبوط. يعني بنجيبها ايه اند اوف ذا ستوري زي ما بيقول. انا بشكركم جدا. عفوا. وفي نهايه الحلقه كان معانا دكتور علي عوف رئيس شعبه الادويه بالغرف التجاريه، وبنشكره جدا على الاضافات. شكرا دكتور علي. وكان معانا الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنه التصنيع الدوائي بنقابه صيدله القاهره. شكرا جدا دكتور محفوظ. ونلقاكم في حلقه جديده من صناع القرار وحلقات اعتقد ان احنا محتاجين نتكلم اكتر واكتر عن الادويه، لان الصحه اهم بكتير من اي موضوع تاني ممكن نطرحه في الاوقات الحاليه اللي احنا بنواجهها. شكرا، ونلقاكم في حلقه جديده من صناع القرار.